السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. طبيعي يجي لك حموضه، طبيعي تحس بحرقه في المعده، طبيعي تحس ان انت عندك ميل للقيء، ده امر ممكن يحصل لاي حد، زيه زي عسر الهضم، زي الامساك، ده امر طبيعي ممكن يحصل للبني ادم، والتغلب عليه في البيت بسيط جدا، ان انا ممكن اشرب حليب او اكل موزه، حاجه تخفف الحموضه دي والدنيا تمشي طبيعي جدا، مفيش اي مشكله عندي. نتيجه مثلا الحمض زاد شويه عندك في المعده، حصل لك شويه ارتجاع، حسيت بحرقه هنا في زورك، ده الامر الطبيعي للتغلب عليه في البيت سهل. خلاص كده يا جماعه، نركز في الحته دي وخليكم معايا في كل كلمه بقولها. اللي مش طبيعي بقى ان الموضوع يتكرر معاك اكتر من مرتين في الاسبوع، ده بيتكرر معايا، ولما المره تجيلي بتكون مره صعبه جدا، بحس فعلا ان في حرقه جامده جدا في زوري، او بحس بحرقه في منطقه المعده والصدر، بحس ان في بيسموها الهارت بيرن اللي هو حرقه الصدر، او منطقه الفم المعده، بحس ان في تعب عندي شديد جدا وما اقدرش اتحمل الامر، وبيتكرر معايا، بقى بيتكرر معايا مرتين ثلاثه اربع مرات في الاسبوع. هو ده اللي انا بتكلم معاكم عليه النهارده، واللي انا لازم اعالجه باذن الله رب العالمين معاكم النهارده. بس لازم نفهم شويه حاجات. الاكل بتاعنا الطبيعي بينزل من الفم، بينزل على حاجه اسمها البلعوم، وبعدين المريء، انبوبه كده طولها 25 سنتي، وبعدين ينزل على المعده. ده الاليه الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها. لما الانسان يحصل عنده مشكله في العضلات اللي موجوده في ما بين المريء وما بين المعده، ممكن الحمض يرجع شويه تاني. خلاص يا جماعه كده نركز في الجزئيه دي. طب الحمض لما يرجع شويه تاني يحصل ايه؟ يوم يرجع تاني للمريء، تحس انت بقى بالحرقه اللي انت حاسس بيها دي. هو ده الامر اللي احنا بنتكلم عنه برضو النهارده. الموضوع ده هو ايه مشكلته؟ في بعض الحالات يعني بتعمل لك ايه الاول، او هو بيعمل ايه الاول؟ اول حاجه بيسبب احساس حرقه في صدرك، تحس ان انت صدرك فيه، بيكون يقول لك انا حاسس ان صدري فيه بيكون فيه حريق. رقم اتنين، بتحس بطعم الحمض في الحلق، وساعات بتحس بالتكريعه اللي بيقول عليها التجشؤ، اقعد اتجشأ كل شويه. ده امر بيتكرر مع ناس كتير، بسمعه كتير جدا، وده مرض يعتبر مرض يعني موجود من زمان جدا. طيب انا ايه مشكلتي يا دكتور محمد في الموضوع ده؟ ما ناخد اي حاجه مضاده للحموضه وخلاص، يعني انت ليه النهارده جاي تكلمنا عنه وهتجيب لنا دواء النهارده جامد شويه يعمل معانا نتيجه؟ لان الموضوع ده يا جماعه لما بيستمر لفتره طويله بيعمل تلف في الانسجه بتاعه المريء. تاني اهو، لما الموضوع بيتكرر معانا والموضوع بيستمر معانا فترات طويله، ممكن يعمل تلف في منطقه المريء، لان المريء مش يعني ربنا ما خلقوش عشان يتحط فيه حمض الهيدروكلوريك اللي هو الحمض المعدي بتاعنا. عشان كده انت ما بتحس ان الميه الحمض رجع لك تاني، بتحس باحساس صعب قوي، لان هو مش مهيئ لكده. المعده مهيئه تشيل الحمض، لكن المريء اللي هو الانبوبه اللي نازله 25 سم دي مش مهيئه لحاجه زي دي خالص. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان اخد بالي من حاجه زي دي. كمان لما الموضوع ده بيستمر من وقت للتاني، بيعمل حاجه اسمها الجاستريتس. الجاستريتس هو التهاب المعده يا جماعه، ويستمر الالتهاب بتاعي ويتطور انه بيعمل حاجه اسمها التهاب الاثنى عشر. يبقى بقى عندي التهاب في المعده، التهاب في الاثنى عشر، بقى فيه تلف في انسجه المريء الداخليه، دخلت في مشكله كبيره جدا، علاجها صعب قوي، والموضوع بيحتاج الى فترات طويله جدا عشان نتعالج بيه. طيب هو ده ببساطه ملخص كده عن اللي بيحصل لك لما بتحس بالموضوع ده. طب ايه الاسباب بتاعته؟ هديك الاسباب بسرعه. اول حاجه عند الاستلقاء بعد الاكل، اكلت ونمت على طول، او نمت على جنبي، او نمت على ظهري. الاستلقاء بعد الاكل من المشاكل الكبيره جدا 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 اللي بتخلي الحمض يرجع تاني. اهو ركز معايا، تمام يا جماعه، دي مشكله كبيره جدا. رقم اتنين، اكلت وجبه النهارده تقيله شويه، او اكلت وجبه النهارده غنيه بالدهون والزيوت، فالمعده مش قادره تتحمل الوجبه دي، تقوم تعملي الارتجاع ده. تمام كده؟ طب فيها صلصه، فيها مسبك، في حاجات من دي، ممكن تعملي المشكله دي. طيب الحمل، الحوامل في الشهور الاخيره او الشهور المتوسطه او الشهور الاخيره من الحمل، دايما بتحس ان في دايما عندها ارتجاع وحموضه، ارتجاع وحموضه. ليه؟ لان ضغط البطن ضغط على الايه؟ الجنين بيبقى ضغط على المعده، فبيعمل الارتجاع ده، وده امر بيحصل مع ناس كتير جدا. رابع سبب عندي وسبب مهم جدا، السمنه وزياده الوزن. زياده المحيط بتاع خصر البطن بيعمل لي كده، السمنه بتعمل حموضه؟ معظم الناس اللي عندها سمنه عندها حموضه على طول، 80-90% منهم. طيب التدخين وشرب الكحوليات ممكن يعمل كده؟ طبعا، تدخين زياده او تدخين حتى بنسبه متوسطه بيعمل حموضه، بيعمل حموضه. في بعض الانواع من الماكولات والمشروبات بتعمل حموضه، زي الشاي، زي القهوه، زي الشوكولاته، زي مثلا النعناع، الثوم، البصل، كل دي بتعمل حموضه وبتهدي بتزود الحمض المعدي، بتزود الحمض المعدي عندي. طيب في بعض الادويه زي المسكنات اللي بتتاخد على بالفم لفترات طويله ممكن تسبب لي مشاكل في المعده وتعمل لي حموضه وتعمل لي ارتجاع، بتعمل كده. في بعض المسكنات، معظم انواع المسكنات اللي بتتاخد لفترات طويله بتعمل كده. تاني سبب عندي وده مهم جدا جدا وركزوا معايا فيه،
الاصابه بعدوى هيليكوباكتر بيلوراي. هيليكوباكتر بيلوراي اللي هي جرثومه المعده او الميكروب الحلزوني، ده من الاسباب المهمه جدا 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 اللي بتصيب المعده وتؤدي الى ارتجاع المريء او التهاب المعده والاثنى عشر واحساس حرقه المعده. ده موضوع مهم جدا وبتديك الم في المنطقه دي دايما. يبقى جرثومه المعده عندي من الاسباب المهمه جدا اللي بتسبب الموضوع ده. طيب هو دي الاسباب بتاعتي. طيب انا عايز اعالج بقى، نعالج ازاي يا دكتور محمد؟ اول حاجه هتقول لي يا دكتور محمد ما موجود في السوق حاجات فيها اوميبرازول، موجود في حاجات فيها انتودين، موجود في، انا عايز اعالجك النهارده علاج ان شاء الله تطلع بعده مرتاح جدا من الفيديو ده وتحس ان انت اخدت المعلومه. انا اديتك معلومه عن الاسباب، اديتك معلومه عن الموضوع بوجه عام بيتعامل ازاي، نيجي بقى للعلاج وده اهم حاجه عندي. ركز معايا، انا جايب لكم النهارده حاجه اسمها، اول حاجه عندي اهو اللانتانون. لانتانون 30 ملي جرام، لانتانون 30 ملي جرام ده موجود في جمهوريه مصر العربيه. هتقول لي طب يا دكتور محمد الموجودين بره مصر، اقول لك اهو تعمل ايه. الماده الفعاله اللي فيه اسمها لانزو برازول، لانزو برازول 30 ملي جرام. هتاخد ده كل يوم، اهو ركز معايا، كل يوم قبل الفطار الصبح لمده 10 ايام. مهم جدا يا جماعه لمده 10 ايام نبدا بيه الاول. اهو لانزو برازول قرص يوميا قبل الفطار لمده 10 ايام. خلصت ال 10 ايام خد بعده ده على طول دوكسيرازول. دوكسيرازول علبة فيها كبسولة فيه او باكج فيه 14 كبسولة، هتاخد منه كل يوم بعد ايه؟ بعد انتهاء اللانتانون. هتاخد دوكسيرازول لمدة 14 يوم، يبقى مدة العلاج عندي كلها كام يوم؟ 24 يوم، 10 من اللانتانون و14 من الدوكسيرازول. المادة الفعالية في الدوكسيرازول ايه؟ ديكسيلانزو برازول، ديكسيلانزو برازول. الاثنين دول ولاد عم، ولاد عم يعني ايه؟ المواد الفعاليه بتاعتهم قريبه من بعض جدا حتى في الاسم، لانزو برازول وديكسيلانزو برازول. هنمشي على ده لمده 14 يوم، يبقى انا كده خدت العلاج بتاعي كان لمده قد ايه؟ لمده 24 يوم. طب انا خدت العلاج ده بس كده يا دكتور محمد؟ يعني انا باخد العلاج ده هبقى كويس؟ اه ان شاء الله. من ناحيه الاحساس بالحرقه وعلاج الارتجاع وعلاج التهاب المعده الاثنين دول هيعملوا معاك نتيجه حلوه جدا جدا جدا. طب انا محتاج مع ده اعمل ايه؟ محتاج مع ده ان انا اظبط الاكل والشرب بتاعي، الحاجات اللي انا قلت بتعمل اسباب، اللي انا قلتها في الفيديو بتعمل اسباب الحموضه والارتجاع وزياده حرقه المعده، ابعد عنها وتجنبها واخد العلاج ده وارتاح جدا. فاضل حاجه اخيره معايا وركز معايا فيها، الناس اللي عندها جرثومه المعده العلاج ده يمشي معاها هايل جدا جدا جدا. اللانتانون والدوكسيرازول يمشوا معاهم حلو قوي. طب بس ده لوحده؟ يعني ده لوحده بيعالج جرثومه المعده؟ لا، عارفين ان احنا الاستراتيجي بتاعتنا وسياستنا في علاج جرثومه المعده العلاج اللي هو بيعالج التهاب المعده اللي زي ده بالظبط، وبناخد معاه كمان حاجه فيها كلاريثرومايسين 250 مللي او 500، وبناخد معاه اموكساسيلين 500 مللي جرام اهو، وبناخد معاه حاجه فيها مترونيدازول زي الفلاجيل او الامريزول. تاني يا جماعه ونركز مع بعض، بناخد في علاج جرثومه المعده الادويه اللي انا قلت عليها اهو اللي هو اللانتانون والدوكسيرازول بنفس الترتيب اللي انا قلت عليهم، بس بناخد بالاضافه ليهم حاجه فيها كلاريثرومايسين 250 مللي او 500 زي الكلاسيد، ركزوا معايا. او بناخد معاه وبناخد معاه اموكساسيلين 500 مللي جرام، وده موجود في كل حته في الدنيا. وبناخد معاه حاجه فيها مترونيدازول 500 مللي جرام، 250 مللي جرام او 500 مللي جرام زي الامريزول والفلاجيل. الحاجات دي بتعالج جرثومه المعده. هفضل اخد في العلاج ده لمده 24 يوم، اضمن باذن الله رب العالمين بعدها ان حضرتك اتعالجت من ارتجاع المريء، حضرتك اتعالجت من التجشؤ، احساس الحرقه بتاعت المعده المستمر دايما معاك. الحاجات دي مجربه يا جماعه، انا مجربها مع ناس مفيش لها اي اعراض جانبيه مع اي حد. الناس الوحيده اللي ممكن ما ينفعش تاخد الحاجات دي هي مين؟ الحوامل او المرضعات، ما ينفعش ياخدوه. الحوامل او المرضعات ما ينفعش ياخدوا حاجه زي دي. اي مرض مزمن تاني اسال الدكتور الصيدلي. انا بقول لحضرتك هو كلمني يقول لي يا دكتور محمد انا بعاني من المرض الفلاني، ينفع اخد دول ولا لا؟ هقول لك ينفع تاخدهم وما ينفعش تاخدهم، لكن معظم الناس ما عدا الحوامل والمرضعات ياخدوا العلاج ده، هم في امان تام، مفيش ليه اي اعراض جانبيه. فاضل حاجه اخيره بكلمك فيها عن الاعراض الجانبيه او عن الموضوع ده يا دكتور محمد، انا اسمع ان لو خدت علاج المعده فترات طويله اللي هو اللانتانون او الدوكسيرازول، لو اخدتهم فترات طويله بيحصل لي نقص في فيتامين ب 12، بيحصل لي مشاكل في نقص في امتصاص الفيتامينات. كلامك صح، بس الفترات الطويله دول لمده قد ايه؟ شهر ونص وشهرين وثلاث شهور. انا بقول لحضرتك تاخدهم 24 يوم بس، الموضوع خلص بعد كده. ما تقلقش خالص في ال 24 يوم ان يحصل لك اي مشكله في اي حاجه في المعده، بالعكس انت هترتاح جدا بعدها، تحس ان معدتك ارتاحت. الناس اللي عندها جرثومه معده يا جماعه تعمل تحليل جرثومه المعده في البراز وتتاكد ان ما عندهاش جرثومه المعده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو كويس جدا ومهم جدا يا جماعه لناس كتير، يا رب تسمعوه كله من اوله لاخره عشان تستفيد كتير جدا. السلام عليكم ورحمه الله.